هذا القماشين هذا أسوي نص الفستان، ويا هذا النص الثاني مثل حرق مال الشمس تشلوح، مو تشلوح لا الحرق. أو اشترينا هذا الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون شن بنات، شو اخبار؟ شن رجعت لشن فيديو جديد. اتمنى بنات فيديوهاتي تعجب شن. طبعا هذا الفيديو بنات سويته منوع، صباغنا طبخنا طلعنا للسوق، هواي بي اشياء حبيت انوعها. اتمنى فيديو اليوم تشاهدونه للاخير واتمنى يعجبكم. من بداية الفيديو انطوني لايك واشتركوا بقناتي اذا انتم ما مشتركين فضلا وليس امرا. اذا تشوفون قناتي تستحق سوى هذا الشيء، واذا تشوفونها ما تستحق بعد بكيفكم. هنا طبعا بنات شنو سالفة هذا الصبغ؟ طبعا الصبغ انه غرفتنا الفوق اللي مسوينها احنا السقف مالتها سندويش، هدل السقف مالتها، فزوج اشترى لها بعد حدايد، والحدايد لازم يشتريهن صبغ. فقلت له هذا الصبغ مالتي ايش؟ قال هذا الصبغ ضد الصدى او ضد الزنجار، يعني تعرفون انه كثر الغسيل كثر هاي البيبان الاطراف مالتها زنجر الشبابيك هاي منه، دائما بنات يصير بي ماي او دائما نغسله ونمسحه هذا الشباك فيصير بي صدى او يزنجر. فمن انا عرفت قال هذا ضد الصدى وضد الزنجار، قلت له اعطيني اياه اسوي بيه الاطراف مالت الشباك. وفد مره بنات قلت راح ارقع الشباك، يعني هو لون بنفسجي واسوي رصايصي اكيد راح يشتري لي لون ابيض وارجع اصبغ الشبابيك والبيبان مالت البيت كله. فهنا أنا حاولت يعني ما اعرف شنو الخلل صار، انه انا يجوز حاطه هوايه بنزين. هنا عند هذا البطل قصيته حطيت بيه بنزين وحطيت جزء من الصبغ، فصار الصبغ عندي خفيف ما دبرته مثل ما يقولون. فصح الزوج قلت له هنا شو هذا صار خفيف؟ قال مسويه هوايه بنزين اله، رجعي حط فوقه صبغ. وبدا هو بنات يصبغ هاي الجهه كلش كلش متاكله من الرطوبه ومن الماي بنات، لان دائما دائما نغسل الماعين نمسح هاي الجهه نغسلها يطيح عليها زاهي، تعرفون بعد هو السنق صاير وراها يعني. فقلت له سويها انه على مود ذا الله هداه، او يعني ورا فتره نشتري صبغ ابيض نصبغ الحيطه، نصبغ العفو مو الحيطه، نصبغ الشباك هذا ونصبغ الباب مالت المطبخ همينه. يعني بنات هذا الصبغ ضد الزنجار، اذا عندكم شيء مزنجر شيء هاي ماكول هذا يوقف يعني الصدق مالته. فهنا أنا بنات شو عجبني اللون انا، صح هو ظالم شويه الجام، الجام مشجر وهاي رايد لبنات لون فاتح، فاذا صبغين انت الوان فاتحه يبرز جماليه الجام، بما انه الجام بزغرفه وبذهبي وهاي فيبرزه او بورد. هنا أنا بنات من صبغته لون رصاصي ضاعت الشوفه مالت الجام، يعني شوفا ست من تشوفينه ضاعت الشوفة هاي مالته. فهنا بنات بعده ما يابس منية، بس يفتح درجة راح يكون اللون مالته افتح. هنا صار عبالك صماخ، يعني عبالك صماخ ومصخمينه. هنا بنات هذا هم الباب مالت البيت صبغه، طبعا هذا قبل الغداء صبغنا هاي الجزء قبل الغداء. هذا الباب مالت البيت هم دائما احنا بعد نغسل الطارمه وهاي، فدائما يوقع ماي على الباب ويصدي الاطراف مالته الصدي. هنا بنات قلت انا بعد هو زايد خل احطه بالقوطه كله البنزين اللي عندي زاد، واسوي ثخنه حلو هاي وابدا اصبغ باب المطبخ. يعني باب المطبخ بنات مصدي، صاير ان احنا 7 سنوات بالبيت ابد ما مغيرين صبغ البيبان. يعني هو المفروض الواحد بين فتره وفتره خلال سنه او خلال سنه ونص او سنتين غيروا الصبغ شويه، يعني حتى نفسيته واحد تتغير من يصبغ الاشياء. ما ادري انه انا ابسط الاشياء تغير نفسيتي، ما اعرف بنات والله، يعني حسيت براحه نفسيه من صبغيت، حسيت براحه نفسيه من تغير
غير اللون، رغم ما هو بنات اللون كلش مو حلو، رصايص حيل حيل، يعني رايد واحد يكسره بلون ابيض يلا يبقي. فانا قلت لك بنات انه انا اريد اصبغ لنا لون ابيض، فهذا ما طول ضد الصدى. شوف هذا الصدى كله، قلت هذا اميلنه، ليش ينو كل الباب وهاي، خل نصبغه بهذا وبعدين اصبغ لون ابيض فوقه. هنا مثل ما تشوفون بديت اصبغ وبراحه وعلى كيفي وبراحه نفسيه اصبغ. طبعا انا من عشاق الاصباغ ومن عشاق يعني اقعد اصبغ شباك، اصبغ بيبان، راحه نفسيه تصير عندي. طبعا والله العظيم بنات ابسط الاشياء انا تسعدني، وابسط الاشياء انا تغير من نفسيتي، حتى لو يكون هذا اللون مو حلو. هسه مثل ما تشوفون هسه هو كلش طوخ، يعني هو مو حلو بس يظلم البيت، يعني هو البيت لازم يكون شباكه، يعني لون بيج فاتح، لون ابيض، لون سمائي فاتح، يعني الالوان الفاتحه تطروح للبيت. فهنا تحسينه مائل للاسود، الاسود شويه يغمت البيت. اذكر اخوي مره من المرات صبغ البيبان مات بيتنا والشبابيك لونهن اسود، تحسين تختنقين من الطبيل للبيت. هنا مثل ما تشوفون بنات والله هو لونه حلو، بس قلت لك انا ما عجبني لان مطبخي لون ابيض واسود وهذا رصايصي يعني وهاي، فما عجبني الكاونتر شكل الاشياء هاي شكل. فقلت ان شاء الله بس زوجي يروح للسوق وهاي يجيب لي صبغ لونه ابيض واقعد على كيفي. اجيب صبغ بنات قوطيه كامله، يعني مو قوطيه صغيره، قوطيه كبيره من عتاي 11000، واقعد على كيفي وانا وحدي، يومي اصبغ لصفحه يومي اصبغ لجهه، على مود الواحد شويه يغير هم من نفسيته وهم يعدل ببيته. هو الانسان ما طول عايش بنات لازم يعدل ببيته، لازم تطلع له 100000 سالفة، يا أما الشبابيك يا أما ينكسر شي عدله، لازم أحسن ما يبقي. هنا بنات هذا الشباك هم مصدي، هذا شباك المطبخ من خارج، فقلت أصبغ بس الجهة جوا لأن أنا ما ألوحن لفوق، تعرفون يعني مو كلش هالطول هذا، يعني رايد لدرج أو يراد تصعدين على دبة غاز يلا تصبغين. فهنا بديت أصبغ بيه بهذا الشكل على كيفي. وعد بنات رولة، عد رولة يعني بعدين من تحسين الشي ينشف، هذا الوجه الأول ينشف حطه بعدين بالرولة صبغ وضربي وجه ثاني يطلع عندك هاي، شايفة هاي الشعرايات المبينات تروح كلها تروح بالرولة. هنا أنا بديت كتشن بنات نقعته كلش، شوفوا هذا النص وصلته مو النص والله ربع، وهذا الشكل همين سويته كلش كلش حلو بنات، من صار يابس يعني تحسين الدرجة مالته انفتحت، مو غامق صار لا شويه انطى درجه فاتحه. هنا انا قلت خلي كم يوم اذا الله يعني هدا وراح للسوق وتذكر، هو طبعا والله يريد يشتري صبغه هاي بس دائما ينسى. فهنا هاي ملوكه صبغت هاي الجهه مات الباب مات الديواني او المخزن اللي انا مسويته، صبغتها ولغمطتها وليصتها ما شاء الله، وهنا وقع على ايدي، عبال انه انا من اصبغ بنات يروح ما من اغسل بماي بسرعه يوقع، فطلع ما يوقع بالماي ابد ما يوقع. وهنا يا حبايب طبعا عاجنه عجينتي، هذا يوم الجمعه عاجنه ومنظفه وعندي شغل هواي وعندي غسل ملابس وعندي قرايه ملوكه لازم اقريها ولازم ارد لها ملاء وعندها ملاء رياضيات. فبنات ابد الاوقات كلش كلش ما تلحقين، مش ماما سكتة خل اسجل. فهنا عاجنه كميه كلش هواي وانطفت الدبه بنصها، انطفت الدبه بنصها زين، انا جدر على النار شلون تانيت يا حبايب، الجدر مات التمن يتهدر شوية، والمرق أنا حاطته على العين الليزرية عفته. وبعدين كملت هنا الخبز بنات، خبز أنا كمية هواي مات 3 أيام أو مالت يومين، وهنا بنات رجعت حطيت الدبة مرة ثانية اتهدر عد التمن كلش. طبعا هذا التمن ومرق فاصوليا طبخت، وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية. طبعا بنات صورت مقتطفات من يومي، يعني أنا يومي ما يختصر بس طبخ أو بس خبز، أكو أنظف، أكو ملابس، أغسل ملابس، أغسل مواعين، طبعا كلش كلش هواية أسوي شغلات باليوم الواحد، نمسح ننظف محجر نقعد نخيط. اللي ما متابعة قناتي ختروح تتابعها اسمها لؤلؤات الناصرية، دائما أنزل بنات عليها الخياط. هنا بنات قلت أنا خل أسوي مرق فاصوليا مالت يعني طبختين، اليوم آكل
واذا زاد من عندي احطن بحافظه او اشيسن بكيس واضمنه غير مره. اذا نطلع سمك او شيء اطلع هذا الكيس مالت الفاصوليا. هنا انا حبيت بنات هاي الحركه انه انا اسوي خبز جوا وبعدين اصبن عليها تمن وبعدين اصبن عليه الفاصوليا. تقول لي ليش مسوره بالطول؟ بنات صورته بالطول ارد اسوي انشرن عوده فيديو قصير وبعدين حبيت ادمجه ويا هذا الفيديو. هنا أنا بنات مثل ما تشوفون حطيته قلت لكم مثل الدليميه، شلون نسوي الدليميه مالت بانيه؟ هنا نسوي مثل الدليميه، حطيت هنا وقلت لكم هاي الفاصوليا ممروده طبعا انا ما منقعتها بالليل، لا طبختها الصبح بماي ارو، وبعد 100,000 والف شغله براسي، شي خلصه هذا اليوم؟ طبعا كلش هواي اشغال لنا تطلع بنات باليوم مالت الجمعه. أو يوم السبت، هم يقولون يوم استراحة، بس والله العظيم 100,000 شغلة وشغلة تطلع للأم، خاصة اللي عتها أطفال بالمدارس، الموظفة، اللي عتها أشغال. بهذا الشكل بنات سهمنا وسهمكم مليون عافية. بنات تسأل على مرقة الفاصوليا، حالها حال طبخ مرقة الباني. أنا حطن بس ثوم ومعجون او عصير مال الطماطه، لا احط لها بهارات ولا احط لها بصل. هنا بنات بنتي شافت هاي الخان هاي مالت البهارات حالتها حاله، فقالت ماما خل انظفها، قلت لها يلا تعالي نظفيها وهم نعزلها شويه احسن ما كلها متكومه. تعرفون انه دوامات واغسل ملابس واغسل مواعين اني واغسل البيت وهواي هواي اشغال اسويها، فهاي الخانه مالت البهارات حالة يرثى لها. فقعدنا قلت ما طول هو هذا يوم جمعة خلنا نقعد نسوي إنجازات بي، يعني هذا هم إنجاز يعتبر، يعني أنت تقعدين تنظفين وتقعدين تسوين. ذيك بنانة بنات ساعدتني رغم هي والله امتحان كيمياء، بس قالت خل أساعدك بهاي الخانة نعزلها وأنت صورين. قلت لها يلا عادي. فقعدت جلفتها بنات بهذا الشكل، طلعنا الأغراض اللي بيها كلها، اللي نحتاجه نحتاجه واللي ما نحتاجه نضمه بعلاقة ونعوفه. إذا عفناه بنات بعد اقرأ علي الفاتحة حتى ما ألقاه، وبلا أقلبنا نرجع نشتري جديد وما أقلبه. هنا بهذا الشكل نظفناها كلش ومسحناها، واللي بهارات اللي عندي الأريتة أريتة والما أريتة كبيتها تكرمون بالزبالة، كلش كلش عزلناه ونظفناه. هنا بنات عندي هاي العلب اللي قلت لكم عليها قبل فيديو، هاي العلب مالت الشاي. فانا ايش سويت؟ قلت خل اضمنهن او اجمعهن على مود شنو عندي فاصوليا، عندي حمص، عندي اي شيء احطه بهن، انهن كبار كلش كبار والهن غلق يعني محكم مالتهن. فقلت خل اسوين هنا عندي هذا نص كيلو حليب فرغته، لان دائما هالايام نسوي معجنات يعني ونسوي كليجي، نسوي اشياء كلش هوايه، لانه تعرفون بعد صار عندنا فرن ما عندي حجه اذا اقلهن ما اقدر اسوي شن. قال مو انت كاتله نفسك على الفرن واشتروا لك فرن، يلا سوينا. هنا بنات هذا عندي الكركم جايبينه الي من ايران، كلش كلش زين، هم حبيته بقوطيه مالت دبس هاي عندي طبعا مخلصة، غسلتها ونظفتها وعبيت بيها هذا الكركم. تعرفون بنات يعني هي القوطية هي هاي نايلون، او العلبة هاي نايلون، حالها حال اللي تشترينها انت من السوق هم نايلون، اكو علب كلش كلش هواية همين نايلون. فهنا فرغتها وبها الغلق مالتها او الغطا مالتها هم نغطيها. هنا طبعا راح تغسل تيدي لان صارت كلها كركم، وهذا الباقي بنات ضميته راح اشيلنه بغير خان احطن، يعني هاي الخان اعوفنها بس للعلب اللي به الناغطية او اللي احتاجهن بالاستعمال اليومي، والباقيات بنات لا راح اشيلنه. يعني عندي انا اكو اشياء الزود مثل هسه الكركم هذا زاد، اكو عدس عندي يزود، حمص عندي يزود، اطوي واضمنه بغير خانه. هنا هاي العلبه حطيت حبيت احطن بيها المعكرونه.
وهنا حبايب عزلت الخانة طبعا، حطيت الكركم بعلبة، حطيت المعكرونة بعلبة، الحليب بعلبة، الفاصوليا، الفلفلية. هنا اجى دور الحمص والعدس، وتدرون بكثرة هالأيام بيوتنا متروسة حمص وعدس لأن تتواجد كل شوي بالكمية. فهنا حبيت أضمن بهاي هم علبة أترسها أخليها يمي استخدام يعني يوم أو ليمتى ما أريدن يمي، والبقية قلت بنات أحطنا بغير خانة بالكاونتر طبعا. وهنا هم هذا العدس هم سويت مثل الحمص، هم يعني عدة تقريبا بنات نص قوني أو هيجي ربع القونية فوقها. فهنا حبيت أترس هم هاي العلبة وأبقيها، وش اسمه والباقي بنات احطه بغير خانه، احسن ما يصير عندي هوسه واحسن ما يعني المطبخ مهوس عندي. تعرفون بنات انه الواحد بس الجمعه والسبت يقعد يعزل يرتب اموره، يخبز يمسح، والله حتى بالايام العاديه احنا نمسح ونسوي، بس مو ذاك المسح ومو ذاك يعني التعزيل، لان تعرفون انا وحدي والبيت كله علي وشغل، ويدوب اغسل المواعين واروح المشمش اركض. فالتنظيف العميق العميق كلش اخليه بنات الخميس بالليل، او يعني ليله الجمعه ويوم الجمعه، نخلي هاي يعني ليله الجمعه ويوم الجمعه كله احنا بنات ننظف ونفرك ونجلف ونسوي، ما نخلي شيء ما نسوي من بدا الدوام لحد الان. ويوم السبت بنات نبقي للسبح مات بناتي يعني الصغار اسبحن. وهاي دي مشتريات طبعا، اليوم رحنا للسوق وهلكنا بالسوق، تعبنا تعب ما صاير نفتر بنات، بس على القدايف ابد ما لقينا قماشات قديفة. فرحنا اشترينا بنات هذا القماش، هذا مال تلبيسة مترتين كلش حلو من عند هذا زين. واشترينا بنات قماشين هذا للن، هذا القماشين هذا اسويه نص نص الفستان، ويا هذا النص الثاني مات الفستان طبعا، هذا مترة ونص بمترة ونص. هاي صار عندنا قماش التلبيسة وقماشين للفستان. وطبعا اشتريت وياه هذا، هذا الدانتيل يجي بالنص يتخيط بنصه. هو المفروض اجيبه لون فضي بس ما لقيت اللون الفضي، يعني هو انا لبالي لون فضي. واشترينا هاي الصبورة البنتي، هاي صبورة ب6000 رحلة نسيت اقول صبورة. هاي الرحلة. واشترينا هاي فلافل للعشاء، طبعا لازم نشتري عشانا ويانا هاي فلافل. وبعد شو اشترينا؟ اشتريت هذا البنتي معطر. واشترينا بناتي هنا هاي يقولون كيل الجبل كل الزين للشعر، فاشترينا بألف هذا كيل الجبل. وهذا بهارات الجبنة الفرنسية، وهذا زيت اللوز يقولون كل الزين للبشرة، لأن أنا شوية وجهي محترق من الشمس لأن دوم أطلع وهاي، فقالوا كل الزين يميل مات الحرق مات الشمس. تشلوح مو تشلوح، لا الحرق. واشترينا هذا الشيف، واشترينا هذا الكركديه، الكركديه يقولون حتى ينشروا يعني عادي تشربينه. هاي مشترياتنا للبهارات. وهاي واشتريت بنات هاي كراسة مالت رسم البنتي، هلو عشرة. اشترينا هاي الكراسة بنات هاي ب3000 ما ترسم. وهنا حبايب طبعا مال لأنا من مشترى الأصباغ، مشترى الكراسات، مشترى هاي الأشياء مالت الرسم. أنا هاي مدعكة، هاي المدعكة ب3000 ما ترسم. واشترينا هاي الأقلام الفحل هم مالت رسم، الأقلام ب5 5000 شلون ب3 هاي الأقلام ب5 جميع الأقلام مالت الرسم تدرجات 12 قلم 5000. وهاي المدعكة يدعكون بها، وذيك الكراسة خاصة بالرسم. هاي مشترياتنا لهذا اليوم والتعب فوق.
وهنا بنات مثل ما يقولون قوم تعاونت ما ذلت. طبعا مش مشكل ما تشوفني افتح التسجيل لازم تحكي، عبالي احكي وياها. فهنا بنات احنا كنا تعبانين، طبعا انا رحت انا وبنتي للسوق وجينا هلكانين من التعب، لقيت ابو ملاك خطي هم السوق جايب لنا خيار وجايب لنا عنب وجايب لنا رمان ومنعت هاي الحبشكلات وجايب بيا صمون، لان انا من رجعت قلت له راح اجيب فلافل انت جيب بياك صمون. بهذا الشكل بنات ظليت اسوي للبنات لفات، وهن يعني واحنا واقفين ضلينا ناكل لان ما بي بعد اغسل مواعين. بهذا الشكل سويت لهن اللفات وسهمنا وسهمكم الف الف عافية. طبعا اليوم شاركتكم من بدايته لنهايته، اتمنى فيديو اليوم عجبكم واتمنى كنت خفيفة تظل عليكن بنات وما اخذت من وقتكن. دعم حسابي بلايك وشير، ووصلنا نهاية الفيديو مع ألف ألف سلام.